خلينا نطلع على شو بدنا نعمل. رح نيجي نقول رح اخذ 4 بتس حتى امثل كل واحدة من هدول. فلو اجيت هلا على اليونت الاولى ممكن احلها وممكن اعملها الصيانة 1 2 3 4. ممكن اعملها 1 1 0 0 مش هيك؟ ايش معنى هذا؟ انه بعملها صيانة في البيريد الاولى والثانية وبشغلها في الثالثة والرابعة. او اذا الواحد بتمثل صيانة مش يعني اوت، او بعملها 0 1 1 0 او بعملها 0 0 1 1. مزبوط. في اوبشنز ثانية ليونت واحد. اذا هدول هم 3 كروموسومز، البوسيبل كروموسومز، ما مسموح اكسر هذا الكروموسوم. هذا الكروموسوم لازم يضل قطعة واحدة، هاي القطعة ما بصير اعمل عليها كروس اوفر. هلا رح نشوف كيف رح نعمل الكروموسوم الرئيسي رح نعمله. بعدين اليونت الثانية رح تكون نفس الاشي، نفس الاوبشنز بالضبط. هاي 0 نفس الاشي، وعندي هون نفس الاشي رح يكون 0 0 1 1. هلا اليونت الثالثة والرابعة والخامسة لحد السابعة 3 ل 7، في عندهم 4 اوبشن اللي هم ايش؟ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0. وايش اخر اشي؟ 0 0 0. 3 0 0 0 1. مظبوط. في اوبشنز ثانيه ل 3 ل 7. اذا هدول هم على فكره زي سب كروموسومز او بيج جينز، لانه هلا هذا مش الكروموسوم النهائي، هذا لسه مش جدول، ما اعطاني جدول. هدول اوبشنز لكل وحده من اليونتس هدول. يعني اليونت الاولى ممكن تاخذ هاد او هاد او هاد، هذا اي واحد من الاوبشنز ممكن اخذه، واليونت الثانيه ممكن تاخذ اي واحد من الاوبشنز هدول، بس عندها 3 اوبشنز هون و3 اوبشنز هون. وعندي بعدين 3 ل 7 عندها هدول 4، وبكمل بنفس الطريقه الاربعه من هدول. خلينا نعمل انيشال بوبيليشن، مش شرط اني افترض انها فيت او مش فيت، خلينا ننسى الفتنس هلا للحظه، خليني اخذ بوبيليشن. حتى اخذ بوبيليشن شو راح اعمل؟ راح اخذ راندوم لواحد من هدول الثلاثه، وراح اخذ راندوم لواحد من هدول الثلاثه، وراح اخذ راندوم لواحد من هدول الاربعه، هدول الاربعه، هدول الاربعه لحد السبعه. طب ليش ما اخذ هدول حسب الفتنس تبعتهم؟ هذا سؤال مهم، ها افهموا السؤال مهم جدا، لازم تعرف حتى تجاوبوه. بدي اخذ انا واحده من هدول الثلاثه مزبوط؟ هدول اخذهم ايكولي لايكلي ولا حسب الفتنس تبعتهم؟ فكروا بالسؤال. فاهمين شو السؤال؟ انا هلا بدي اعمل برنامج. البرنامج من ايش بتكون؟ لما انا بقول قدمت لك لبرنامج، لما اروح على صاحب الشركه اقول له قدمت لك برنامج للصيانه، هل بكفي اقول له انه انا بدي اعمل يونت 1 اعملها صيانه هون وهون؟ ايش راح يقول لي؟ والباقيين؟ اذا هل لما انا قررت اني اختار يونت 1 1 1 0 0، هل في فتنس واضحة عندي؟ لا. ليش فيش فتنس واضحة؟ لسه ما قررت التانيين شو بدي اعمل فيهم، ايمتى ببين عندي فتنس؟ لما بكمل برنامج كامل. اذا على فكرة الكروموسوم النهائي راح يتكون من 7 من هدول. الاول بيمثل الصيانة تبعت اليونت الاولى، والثاني بيمثل الصيانة ايمتى بدي اعمل الصيانة لليونت الثاني، ومش شرط انه يكون منطقي في البداية. يعني هلا راح يطلع معي برنامج، هي نحط برنامج مثال على برنامج هون، البرنامج هي بروجرام او راح يكون هو اول كروموسوم او احد الكروموسومات اول انديفيدجوال، راح يكون في 4 بتس بتمثل مين؟ اليونت الاولى. وراح يكون في 4 كروموسومات بعديها بتمثل اليونت الثاني. وفي 4 جينات بتمثل اليونت الثالثه، وبعدين اليونت الرابعة، وبعدين الخامسة والسادسة والسابعة. كم جين عندي هون أو كم بت؟ عندي 4 × 7 قديش؟ 28. هذا بقدر أمسكه الآن وأحطه أقدمه كبرنامج مقترح مظبوط؟ وهذا هل هذا له فتنس؟ هذا في معنى يكون إنه فتنس، لكن هذا لحاله ما معنى اني اختار واحد هدول، ما له معنى انه فتنس، لانه بيعتمد على الناس الثانيه. خلينا اذا نختار، رح في البدايه رح نعتبر هدول ايكوالي لايكلي، هذا رح يصير فيه له فتنس، وبعدين رح اقرر على اساسه انه هي فتنس المساله ولا مش فت. ناخذ هلا راندوم نمبر لليونت الاولى، رح ناخذ واحد من هدول الثلاثه مظبوط راندوملي. اعطينا راندوم نمبر 0.43.
0.43. هلا انتم متذكرين هدول ثلاثة اذا كانهم ايكولي لايكلي قديش راح تكون البي دي اف لكل واحد؟ 0.33 مزبوط. لما بعمل السي دي اف شو راح تصير؟ راح يصير هذا بختاره اذا كان الرمبر بين 0 و 0.33 ل 0.666 وبعدين هذا بختار لما تكون من 0.666 لواحد. متذكرين هاي بدون ما ارسمها السي دي اف؟ هذا الرقم قديش طلع؟ طلع بين 0.33 ل 0.66 راح اختار الثاني. اذا هذه راح اختارها 0110. هاي اخترنا اول واحد. ناخذ راندوم نمبر للثاني 0.05. هلا اخترنا هون 0.05 شو راح يطلع معي؟ راح اخذ لانه هاي من 0 فراح تصير عندي هذه 1100. هلا لاحظوا هاي اذا طلعنا عليها مباشره هاي معناها انه اليونت الاولى راح اعملها صيانه في البيريد الثانيه والثالثه، لكن اليونت الثاني راح اعملها صيانه في الاول والثاني. اوكي نروح ناخذ كمان هلا راندوم. هلا هون راح يصيروا هدول اربعه صاروا اذا كانهم ايكوال لايكلي شو راح يكون البي دي اف تبعت كل وحده؟ 25 25 25 25 25. لما بحول لسي دي اف شو بتصير؟ من 0 ل 25، من 25 ل 50، من 50 ل 75، من 75 ل 100. اعطينا رقم يا قيس. 0.41 راح يجي عندي هون، فراح يصير عندي هلا 0100. راح نكمل هلا في البقيه بنفس الطريقه. خليني افترض اني اخذت انا راندوم نمبرز، راح احط مثلا 0100 0100 0001 1000 راندوم اللي اخذته. المفروض اني رميت رقم من هون بس انا افترض هي صار عندي جدول. هلا هذا الجدول ممكن فيه تخبيص يكون، اوكي يعني ممكن الاقي انه الفتنس. خلينا نحسب الفتنس تبعته. كيف بدي احسب الفتنس تبعته الان؟ بدي احط الان بيريود بيريود قديش عندي عدد اليونتس اللي اوت او ايش اليونتس اللي موجوده. وين نرسمها؟ خلي راح اشيل هلا هدول من هون وخلينا نشوف نحسب هلا للاربعه بيريودز. هي احنا عارفين الاربعه بيريودز ايش مطلوب فيهم. بدنا نشوف اذا هذا الديماند راح نحط هون لهذا الكروموسوم، لهذا الجدول او لهذا الانديفيدجوال، راح احط هون السبلاي. راح ننزل خط من هون، راح احط خط من هون، راح انزل خط هيك، ننزل خط هيك، خط هيك، خط هيك. هلا خلينا نطلع هلا هون، راح نشوف في البيريد الأولى مين عندي أوت، مين عندي معطل، المعطل راح آخذه واحد، نعمل له صيانة. هذا شغال مظبوط؟ وهذا معطل، اليونت 2 قديش بتعطيني؟ واحد إذا 15. 15، إذا حط عندك 15، راح تطرح 15 ورح نطرح 7 اللي هي قديش؟ 10. 15 و10 25 مش هيك؟ من 150 بضل عندي؟ تطرحهم بدنا نطرحهم من 150، ما هو مجموع هدول كله 150، بدي اشوف قديش ضل عندي عشان اقارنه بال 80. 125 مش هيك؟ طلع معنا؟ إذا عندي السبلاي هون 120 25. بالبيريد الثاني عندي الأول أوت، الأول 20 حط 20 والثاني أوت اللي هو 15 صار 35. بعدين عندي 3 اوت 35. دكتور في مجال جديد هلا احنا عمالنا بنقول الجدول هذا بيمثل ايمتى بدي اعمل صيانه لكل وحده من اليونتس. الزيرو هون بتمثل انه ما في صيانه، معناها اليونت شغاله عندي مزبوط؟ أكيد. لما تكون هذه واحد معناها شو بتمثل؟ ان اليونت مش شغاله مزبوط؟ اكيد. اذا هون انا ما اخذت 0110 معناها اليونت الاولى رح تتعطل في البيريد الثاني والثالثه. اذا في البيريد الثاني والثالثه رح اخذهم وراح اطرحهم من التوتال كاباسيتي. التوتال كاباسيتي عندي هون 150. لو هدول كلهم شغالين قديش بعطوني؟ 150 ميجا وات. اذا اخذت واحده منهم للصيانه شو راح ينزل هذا؟ راح ينزل مقدار قديش؟ مقدار القدره تبعتها مزبوط. اذا عندي لما اخذنا احنا اول واحده 125 جينا قلنا في البيريد الاولى اليونت الاولى شغاله، مين اللي معطلين؟ اليونت الثانيه واليونت السابعه. اليونت الثانيه معطله قديش قيمتها؟ 15. والسابعه 10. 15 و10 25. راح ينزل هذا مقدار 25 قديش راح يضل؟ 125. الفتنس في هاي البيريود قديش؟ 125 ناقص 80، فقديش انا عندي سبير كاباسيتي؟ 20 و 25 45. ليش بحب يكون عندي 45 سبير كاباسيتي؟ لانه ما بنعرف شو بصير، ممكن يزيد هذا مش هيك؟ بس هلا هون بدنا نشوف شو بصير هلا في بقيه البيريود. ناخذ البيريود الثاني الليله الاولى معطله قديش قيمتها؟ 20. الثانيه معطله 15. 20 و 15 35. الثالثة معطلة 35 و35 70. الرابعة الخامسة معطلة قديش الخامسة؟ 15. و70 85 والبقية بعدين. اوكي 85 ناقص 150 رح تعطيني 65 مضبوط؟
هون طبعا في عندي مشكله. قديش الريزيرف عندي هون؟ ماينس 25. اوكي هلا كويس احطها ناقص 25 عشان هاي راح تدخل بالفتنس تبعتها. الفتنس تبعتها مش بس زيرو، الفتنس تبعتها نيجاتيف. طيب ناخذ الثالثه، البيريد الثالثه مين معطل عندي؟ معطل الاولى، الاولى قديش؟ 20. والرابعه 40. 40 و20 60. 60 60 من 150 قديش بضل عندي؟ 90. واخر بيريد عندي 0 0 0 0 0 1. 6 قديش 6؟ 15. 15 من 150 105 و30. قديش الفتنس في كل واحدة من البيريدز هدول؟ الفتنس هون 25، هون ناقص 25، هون عندي لا 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 عندي 125، هون عندي 45 ناقص 25 عندي 90 و65. قديش عندي هون الفتنس؟ 25 135 و70 65. واضح انه في عندي مشكلة هون. في عندي فتنس، في عندي هون ريزيرف كثير وعندي هون نيجاتيف. هلا شو بدي اعمل؟ هلا هذا عندي انديفيدجوال واحد، بدي اقرر كم انديفيدجوال بدي استعمل. قديش تتوقعوا مثلا نستعمل كم انديفيدجوال؟ نقول مثلا نبدا، خلينا نبدا بست برامج مقترحة. ست برامج مقترحة شو راح اعمل؟ راح اعمل جنريشن لستة من هدول، مش كل واحد من هدول برنامج، هذا كامل، برنامج كامل صار، انديفيدجوال كامل، بقدر اعمل له كروس اوفر، بقدر، لكن في عندي ريستريكشن عليه، وين بقدرش اقطعه هذا الكروموسوم؟ في اماكن معينة ما بقدر اقطعه فيها. جوا هاي ما بصير اقطعه. هاي لازم احتفظ احافظ عليها زي ما هي، بس بقدر اقطع عند النقاط هدول، واحدة، اثنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، مزبوط؟ فبقدر اخذ القطعتين هدول وابدلهم من برنامج لبرنامج ثاني. بقدر اخذ القطعتين هدول ابدلهم من برنامج لبرنامج ثاني، بقدر اخذ هدول، بقدر اخذ هدول ابدلهم، بقدر اخذ هدول وبقدر اخذ هدول، بس ما بصير هذا ينقطع من نصه، هذا يونت ثابته، لانه ما لهاش معنى اقطع هذا من نصه، هذا بيمثل شجول معين لليونت، وكله بيمثل شجول معين للبلانت كلها اللي موجوده.